أهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة أحب أن أتأمل معك في نصيحة يقدمها لنا الرسول بولس من خلال أول آيتين في أصحاح 16 من رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس. أقرأ أول آيتين ونشوف النصيحة مع بعض. وأما من جهة الجمع لأجل القديسين فكما أوصيت كنائس غلاطيا هكذا افعلوا أنتم أيضا. في كل أول أسبوع ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر حتى إذا جئت لا يكون جمع حينئذ. رسول بولس بيتكلم عن الجمع لأجل القديسين. من هم هؤلاء القديسين؟ دول مؤمنين فقراء في كنيسة بعيدة في أورشليم. الرسول بولس بيكتب لكنيسة كورنثوس اللي في أوروبا، ودي فقراء في كنيسة أورشليم اللي في آسيا، بيقول لهم الفقراء دول محتاجين مساعدتكم. عضدوهم. نعضدهم ازاي؟ هنا النصيحة. ايه النصيحة بقى؟ النصيحة ان كل واحد يبقى عنده خزنة، كل واحد يبقى عنده حصالة، كل واحد يبقى عنده صندوق، ايا كانت التسمية، يحوش فيه. النصيحة انك تتعلم انك تحوش عشان تعمل اعمال كويسة، كويسة ليك، كويسة لبيتك. بس هنا هيحوشوا عشان يعملوا حاجة كويسة لفقراء في كنيسة بعيدة في اورشليم. عزيزي المشاهد، هل انت بتحوش ولا لا؟ وهل بتحوش من اجل انك تساعد ناس؟ دي النصيحة. فهنا بيقول لهم في كل أول أسبوع كل واحد منكم يبقى عنده زي صندوق، عنده حصالة، عنده خزنة، خازنا، يضع كل واحد منكم عنده خازنا، بيخزن، بيحوش يعني، عشان لما أنا آجي أزوركم يبقى كل واحد هيقدم لي. ده اللي حوشته عشان الفقراء في أورشليم. عزيزي المشاهد، هل انت بتحوش عشان حاجات كويسة تعملها تخصك، تخص ولادك، تخص كنيستك؟ هل انت بتحوش عشان حاجة تعملها؟ دي الرسالة. هل بتحوش عشان حاجة تعملها الناس محتاجة، لناس فقراء؟ المؤمنين في كنيسة كورنثوس هيعملوا كده، هيحوشوا وكل اسبوع يحطوا حاجة في الحصالة دي ولا في الخزنة دي ولا في الصندوق ده. كل واحد عنده حاجة بيحوش فيها، ويحوش امتى؟ كل اسبوع. وامتى؟ في اي يوم في الاسبوع؟ لا، يقول كده في كل اول اسبوع. هتسألني ليه اول اسبوع؟ ليه في اليوم ده بالذات نحط فلوسنا اللي هنحوشها؟ لأني أول أسبوع ده يوم العبادة، ده يوم الرب، ده اليوم اللي المؤمنين بيجتمعوا فيه في الكنيسة عشان يصلوا، عشان يسبحوا، عشان يسمعوا كلمة الرب. أحوش في اليوم ده أو أحط الفلوس في الصندوق بتاعي في اليوم ده ليه؟ عشان في اليوم ده أنا روحيا أحسن، في اليوم ده أقدر أسمع صوت الرب وهو بيقودني. أحط قد إيه؟ أحط دولار، 2 دولار، ولا أحط جنيه، 5 جنيه، 0.5 جنيه؟ فأبقى في هذا اليوم مفيش تشويش على ذهني، أنا في جو روحي، بسمع عظة حلوة فيها كلمة الرب، برنم، بسبح، بيبقى عندي كمان حرارة روحية جوايا. فنتيجة الحرارة الروحية دي مش هيبقى عندي مشكلة بخل،
لا، الرب هيديني الشجاعة ان انا ادفع بسخاء من اجل الناس اللي انا عايز اساعدهم، وفي نفس الوقت ابقى تحت هيمنة الرب بيقودني ادفع قد ايه. فده اتعلم من هنا، دي نصيحة، انك انت في قراراتك المهمة اجل قراراتك المهمة لليوم ده، لليوم اللي تبقى فيه في اجتماع روحي، اليوم اللي انت بتصلي فيه مع مؤمنين، لليوم اللي بتسمع فيه عظة الرب يمكن يقودك من خلالها. ده اليوم اللي اطلع من فلوسي، ده اليوم اللي ممكن اخد قرار فيه هيأثر فيه اسرتي. اختار التوقيت، التوقيت مهم جدا. هنا الرسول بولس مختار التوقيت اللي هيطلعوا فيه الفلوس لخدمة الفقراء امتى؟ في يوم العبادة، في يوم الرب، في اليوم اللي محدش بيشتغل فيه واللي كلنا بنبقى فيه في الكنيسة عشان نصلي ونسبح ونسبح الرب معا ونتعزى معا ونتعلم معا. نصيحة هامة لازم يبقى في حياتنا، ولازم نعلم أولادنا مبدأ انهم يحوشوا. ده بنتعلمه من سفر التكوين. يعني سفر التكوين فيه كان فيه تحويش. يوسف حوش في السبع سنين اللي فيها وفرة، لأنه كان عارف إن جاية سبع سنين وحشة، فحوش في السبع سنين دول اللي يغطي السبع سنين اللي فيهم مجاعة. مبدأ التحويش مبدأ كتابي. بس الجميل هنا إنهم بيحوشوا مش عشان أنفسهم، إنه كل حد بيحط فلوس في كل واحد في الخزنة بتاعته عشان الآخرين، عشان فقراء، وحتى فقراء مش في عارفينهم، ما شافوهمش، دول فقراء مؤمنين في كنيسة بعيدة، هم في كورنثوس ودول في أورشليم. باسم الرب يسوع يبقى عندنا قلب ناحية الفقراء، يبقى عندنا قلب للمساعدة، وباسم الرب يسوع يبقى عندنا تحويش من أجل تعضيد الفقراء، وباسم الرب يسوع في تعطيدنا نبقى مقادين من الرب، ويبقاش عندنا بخل. ده احنا نزرع زي ما قال الكتاب، ازرعوا بالبركات، يعني باركوا الناس بالامور بما بجزء من اموالكم، النتيجة انكم انتوا كمان هتتباركوا. الآية بتقول كده، من يزرع بالبركات فبالبركات ايضا يحصد. عزيزي المشاهد، تعالى معي الآن إلى أشعياء 65، نكمل التأمل في الملك الألفي كما تنبأ عنه هذا السفر. في الحلقة اللي فاتت تأملنا في الآية، ولا يلدون للرعب لأنهم نسل مباركي الرب. لا يعني مش هيبقى في إنجاب، ولأن نتيجة الخطية حصل كده للشعب، إن كانت إن يحدث إنجاب وبعدين تقوم حرب والأطفال يتقتلوا، رعب. يعني واحد يجيب ثمر ويضيع منه، يعني واحدة تبقى حامل وبعدين يموت، إيه يموت بالسيف. ده كان حصل، ده حصل لشعب الرب بسبب خطاياه. فهنا النبوة بتطمنهم، بتقول لهم لا، لما الرب هيملك عليكم لن يحدث هذا، مش هيبقى في ناس تتولد للقتل، مش هيبقى في ناس هتتولد تتبهدل، فمش هيحصل كده على الإطلاق. وعزيزي المشاهد، لو انت بيحصل معاك كده، يعني ممكن واحدة كل ما تجيب ابن بيموت، ليه؟ طب ما تصلي بإيمان وتقول كده، باسم الرب يسوع لن تكون هذه الولادة للموت. ليه ما صليش وأصدق أن الرب هيحمي الأولاد من هذه الحوادث ومن هذا القتل؟ في إنسانة كل ما تبقى حامل يحصل لها إجهاض، طب ليه ما تقاومش ده؟ تقول تقاوم إزاي؟ بالصلاة، بالإيمان، تؤمن ان اللي حصل قبل كده لن يتكرر.
في الملك الألفي مش هيحصل، مش هيحصل اللي حصل لشعب اليهودي كتير بسبب خطاياه، انه يبقى في انجاب بس في سلب، وسلب بالسيف. لا، ده يقول لك هنا لانهم نسل مباركي الرب، بيحصل لهمش كده. لازم نؤمن ان الرب يحفظ اولادنا من الشر، ونقول عليهم دول نسل مباركي الرب. احنا الرب بيباركنا، احنا تبع الرب، يبقى لازم البركة دي تظهر في اولادنا، لازم تبان فيهم انهم يكونوا محميين، محميين من الخطية اللي في المدارس، محميين من الشر، محميين من الفشل. لازم يبان عليه، يبان في حياتهم ان الرب حافظهم، ان الرب منجحهم. لازم اولاد المؤمنين يكونوا متميزين. لو انت مؤمن واولادك مش كده، لا، يبقى انت مش بتصلي. انت لو تيجي بايمان وتصلي بايمان، الرب هيحفظ اولادك، هيبقى نسل باركه الرب. باركه ازاي؟ يعني يحميه، يحفظه، يعني ما يطلعوش اولادك عندهم عقد نفسيه نتيجه تدريس غلط في المدرسه، ومثلا مدرس بيهين الطلبه، بيهين التلامذه الصغيرين. لا، لازم تؤمن ان الحمايه الالهيه تمتد الى اولادك اينما ذهبوا. بعرف ده من الكتاب المقدس، من القديم، من الاحداث القديمه والاحداث الجديده. يعني في القديم شايف ان الرب حمى الطفل البيبي موسى بسبب ايمان ابوه وامه، يعني اتحمى من القتل، كان فرعون عايز يقتله، كان في امر ان كل الاطفال اللي تتولد تترمي في نهر النيل، اتحمى بسبب الايمان. ايه الدليل انه بسبب الايمان؟ عبرانيين 11. لما تقرا عبرانيين 11 تعرف ان موسى حفظ من اجل الايمان. الاب والام لما امنوا اتحفظ، اتحفظ من الغرق، واتحفظ كمان روحيا، ما فسدش. لان احنا كلنا عارفين انه تربى في قصر فرعون، انما قصر فرعون ما طلعش موسى رجل وثني، لا، طلعه رجل من شعب الرب. ما طلعش موسى بيعبد الاله رع ولا ايزيس ولا اوزوريس، لا، طلع موسى بيعبد الرب. يعني الرب حفظ موسى من القتل الجسدي انه يغرق في الميه، وحفظ موسى من الخطر الروحي، اتربى في قصر فرعون اللي مليان عباده وثنيه واللي مليان خطيه، وطلع موسى خادم للرب. لازم نصدق ان الايمان، ايمان الاب والام، يحفظ اولادهم، يحفظ اولادهم من كل شر. عزيزي المشاهد، انا اتعلمت ده من الماضي، من قصة موسى، واتعلم ده من اللي جاي في الملك الالفي، ان في الملك الالفي مش هيحصل كده، مش هيبقى في ام تجيب اولاد وبعدين يتقتلوا، مفيش قتل. وباسم الرب يسوع، دايما اي حاجة تبقى ثمر في حياتي، الشيطان لا يستطيع ان يؤذي الثمر، سواء بقى ثمر روحي، يعني انا خادم بخدم الرب وبجيب ناس للرب، اجيبهم من الرب وبعدين يجي الشيطان يدمرهم، لا، ما ينفعش. ولو انت بتخدم ودايما تلاقي السمك اللي بتصيده يجي واحد ياخده منك ويرميه مرة كمان في المية، ما ينفعش. تعمل ايه؟ تتمسك بالايات دي، تتمسك وتقول كده، الرب اللي حفظ موسى يحفظ اولادي الروحيين. ده لو انت خادم، وبنتكلم عن اولادك الروحيين لا يفقدوا. ايه اللي بيقوله اشعياء 65 عن الملك الالفي؟ بيقول حاجة شرحناها قبل كده لما تأملنا في اصحاح 11. بيقول ايه؟ الذئب والحمل يرعيان معا. ده هيحدث حرفيا في الملك الالفي، لان الملك الالفي
هو رجوع الأرض والمخلوقات إلى حالتها أثناء جنة الجنة جنة عدن قبل أن يسقط آدم في الخطيئة. هو ده الملك الألفي، عشان كده بيسميه كتاب رد كل شيء. وفي روميا 8 نعرف أن الخليقة الكون بيتمخض كده عشان ده يحصل، عشان يتمتع بأن كل اللي حصل له، لأن في جنة عدن ما كانش فيه حيوان يأكل حيوان، ده كان فيه سلام بين الحيوانات، فيه سلام بين الإنسان والحيوان، إنما كل ده راح نتيجة الخطية. ففي الملك الألفي الرب هيملك على الأرض، فكل اللي عملته الخطية سيزول وباسم الرب يسوع. نطبق ده علينا، كل حاجة عملتها الخطية في حياتي وحشة بسبب ان انا امنت بالرب يسوع، بسبب ان الرب بيملك، احنا بنتكلم عن الملك الالفي، بيملك على حياتي. كل اللي عملته الخطية في حياتي من اضرار لا يستمر، لا يستمر، هيرجع بقى في الملك الالفي اللي خسرته الخليقة، يرجع الخليقة خسرت السلام، هيرجع السلام. يقول لك الذئب والحمل يرعيان معا. وفي ناس بتقول القصة دي نقدر نتأمل فيها تأمل روحي، يعني الذئب كان بياكل الحمل، كان مضر للحمل، اتغير وبقي زي الحمل، يقول لك يرعيان معا، بياكل زي ما بياكل الخروف. في ناس تتأمل في دي تأمل روحي، تقول لك هي دي الخدمة، هي دي الكرازة، هي دي الكنيسة الحية. الكنيسة الحية تخلي كل خاطي زي الذئب أو خطاه كثيرون ذئاب يبقوا بيتحولوا زي الحملان. يعني إيه يتحولوا زي الحملان؟ يعني طبائعهم تتغير وترجع وتبقى زي طبائع المؤمنين. يعني لما بص مثلا في أعمال الرسل ألاقي واحد زي شاؤل الطرسوسي، ده ذئب، ده عايز يموت وعايز يقتل، وبعدين اشوفه بعد كده بيصلي مع المؤمنين بعد ما كان عايز يقتلهم، يبقى ايه طبيعته اتغيرت، ما عادش ذئب، بقي زي الحمل. باسم الرب يسوع كنائسنا تمتلئ بذئاب تحولوا الى حملان. الرب قال انا ارسلكم كحملان وسط الذئاب، ليه؟ عشان نحول الذئاب الى حملان. يعني احنا حملان خراف صغيرة، لكن الرب عطانا القدرة ان احنا بالروح القدس نشهد ليه، ونتيجة الشهادة للرب وموت الرب، شهادة ان انا اشهد ان الرب مات من اجلي، ان الرب قام من الاموات، ان الرب بيحب الخاطي جدا لان دقت حبه، نتيجة ان انا اشهد لمحبة الرب وخلاص الرب، نازئاب تتحول إلى حملان باسم الرب يسوع. كنائسنا تمتلئ بذئاب تحولت إلى حملان. فهنا بيقول الذئب هيختلف، هيبقى زي الحمل، الذئب والحمل يرعيان معا، والأسد بيقول هنا والأسد يأكل التبن كالبقر. يعني طبيعة الأسد اختلفت، ده نتيجة لإيه؟ لملك الرب. يبقى إذا لما الرب يملك على حياتي أنا طبيعتي أو صفاتي السيئة تختفي. ده الأسد كان بياكل ويموت، لا ده مش هياكل حاجة فيها قتل، ده هياكل التبن زي البقر. يعني أنت دايما في حياتك مؤذي، ويمكن بتسأل نفسك أنا ليه مؤذي كده؟ مؤذي، بتقول كلام يبقى مؤذي، بتعمل اعمال تلاقيها ضرت الناس، ويبقى يمكن احيانا هدفك كويس لكن تلاقي في النهايه النتيجه سيئه. ليه؟ مش مؤيد من الله. ادي الاجابه، ان الرب مش مؤيدك، فعشان كده ايه اللي بتعمله بيجيب اذى، بيجيب اذى لعيلتك، بيجيب اذى لاولادك، بيجيب اذى لمراتك. ممكن واحد يقول لي بس انا مش قصدي كده، ايوه مش الموضوع ان قصدك وحش، انما الموضوع انك انت مش مؤيد من الله، ان الرب مش مؤيدك، فعشان كده ايه اللي بتعمله بيبقى مؤذي، ويبقى مؤذي ليك انت كمان. يعني تجتهد وتعمل وتتعب وتعمل وتلاقي نفسك المشروع اللي عملته ده فلوسه ضاعت، يبقى اذيت مين؟ اذيت نفسك واذيت عيلتك
كان ممكن الفلوس دي تتعمل بيها حاجة تانية. انت غير مؤيد، الرب مش بأيدك. طب عشان تقولي طب اعمل ايه عشان الرب يأيدني؟ تتوب وتعيش للرب وتقول له املك على حياتي، انا عايزك ملك علي، املك، عايزك انت تملك، عايز امشي قدامك زي ما قلت لابراهيم، انا اسير، قلت لابراهيم سير امامي، انا عايز امشي قدامك تبقى انت الملك. عزيزي المشاهد، متى سلمنا امورنا للرب ومتى تمسكنا؟ نقطه رقم 2 دي مهمه، مش بس اسلم امور للرب واقول للرب انت ملك، لا، حاجه تانية مهمه، ومتى تمسكنا بوعود الرب، وعوده اللي بتقول ان احنا ننجح، وعوده اللي بتقول ان احنا ما نتسلبش، وعوده اللي بتقول انه بيحفظنا من كل شر. متى تمسكنا بوعود الرب خلاص ايه اللي هيحصل؟ مش هيبقى في حياتنا سلب، ولا هنعمل حاجات نأذي بيها غيرنا، مش هنبقى مؤذيين للآخرين، لا هنسلب ولا، ما أنا لما أأذي نفسي ما أنا سلبت فلوسي، بقيت بدل ما بركة ليا بقيت ضرر ليا. لا، مش هيحصل لك كده ما دام تمسكت بوعود الرب، ومش هتبقى أعمالك مضرة لغيرك، مش هتبقى أسد مضر، لا، مش هتاكل لحوم، لا، مش هتنهش في الناس، لا، لسانك مش هيبقى شتام مثلا وبيجرح، لا، واللي بتعمله هيبقى بركة لغيرك. الأسد اتغير، الأسد يأكل التبن كالبقر. حيوان واحد بس ما تغيرش في، او مش هيتغير في الملك الالفي ده، ايه الحيوان ده؟ الحية. يقول لك اما الحية هتبقى زي ما هي، زي ما قال الرب عنها في سفر التكوين، فالتراب طعامها. تقول لي ليه؟ بس مش هتبقى مضرة. يقول لك لا يؤذون ولا يهلكون، يعني الحية مش هتقدر يعني الطفل زي ما قال سفر أشعياء 11 يقدر يمسك الحية ما يتأذيش، إنما هي هتختلف إنها لن تكون مؤذية، لكن في نفس الوقت مش هتتغير في أكلها، اضطراب طعامها. إيه المعنى؟ المعنى إن في الملك الألفي الشيطان لن يكون مؤذيا لأنه هيبقى محبوس، إنما في نفس الوقت الشيطان مش هيتغير، الشيطان مش هيتوب، طبيعة الشيطان ستظل كما هي، الحية ستظل كما هي تأكل التراب، ولكنها ستكون عاجزة أن تلدغ أحدا. عزيزي المشاهد، إلى اللقاء في الحلقة القادمة، الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب ثق في الدم، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل، وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ، UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-577-88. وأخيراً ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.